بعد أن أنهى الشاب أيمن مرحلة جني حبة زيتون يحضرها لعصرها هنا في أحد معاصر منطقة وادي السبت شمال سطيف. في هذه المعصرة الحديثة يجتهد العمال لتقديم خدمات سريعة لإرضاء الزبائن. اقتربنا من أيمن لنعرف أسباب اختياره لمعصرة حديثة. الحاجة الأولى المعصرات التقليدية راهم حيث الاندثار ما كانش بزاف، دونك باش تعرضك في معصرة تقليدية لازم تستنى بزاف. حاجة ثانية المصارع الحديثة مليحة، الزيتون تاعها مليح ومن حيث الكمية، باسك مخدوم معصرة حديثة فيه كمية بزاف. ربي يمد خيراته، كاين فرق كبير في الإنتاج. أنا واحد من الناس العام اللي فات نحيت 5 قناطر، العام هذا تضاعف الإنتاج، عندي 10 قناطر غير 20 كيلو. العام اللي فات في القنطار نحالي 26 لترا، السنة في القنطار الحمد لله راهو نحالي حتى 30. هنا يختلف الزبائن من عاصر الزيتون ومشترين للزيت، فبينما نحن نتجول بين أرجائها التقينا بفؤاد الذي قدم من غرب البلاد خصيصا لاقتناء لترات زيت المنطقة. شريت 12 لترا، هذه 12 لترا زعما فوت بها انا لا سيزون كيما نقولوا 6 شهور ولا 7 شهور، من يكمل لي نعاود نولي هنايا نشري الزيت تاع المنطقة. هذه زيت اصلي، زيت شباب، هذا الزيت هذا صحي، كي نستعملوه تستعمله في الاكل ولا تستعمله باش تداوي به ينفع غاية. اسعار زيت الزيتون تحدد عادة بحجم الانتاج وعوامل اخرى. هذا الموسم سجل تحسن كما ونوعا مقارنة بالعام الماضي. كون قارنوه بالمواسم الماضية خاصة تاع السنة الماضية تاع 2018-2019، هذا الموسم أحسن بكثير لعدة اعتبارات. اعتبار الأول أنه فيه أمطار، اثنين فيه أشجار صغيرة بدأت تدخل إنتاج، على هذه فيه منتوج وحتى السعر بدأ ينخفض بالنسبة للسنوات الماضية. كان السنة الماضية كانت 70-80، هذا السنة 60-70. الجزائر. توجهنا نحو أقصى شمال سطيف بحثا عن معصرة تقليدية. الساعة تشير للعاشرة صباحا، وصلنا إلى بني ورتيلان، هذه أقدم المعصرات بالمنطقة. أمامها أكياس الزيتون تحتل ناظريك. في انتظار دخولها المعصرة التي تشتغل ليل نهار. نبغى ما تقيمي تسمى تراديسيونال، ما تشمتسي هنا ما توالتي غرف الدويران تسمى كتشي ما تعرف بليد المعصرة تراديسيونال. بار كونتر الاوتوماتيك وتختاري غرف هي دوير عن البراس هي ماشي كيف كيف ثانية. الور نشكشم داك شوية كانك على شومبر نزيد نشكشم شوية كانك لي موان تورا انا ما بومبي ابار لا بومبي نستخدم كرا يعني تساوي يقول لنا أسيب دلي زيت صيف هاني تجور ذي زيت أفرو. العصر المكثف لحبة الزيتون يستخرج منها أيضا ما يسمى بالأمورج، مادة لا يمكن الحصول عليها إلا عبر طرق العصر التقليدية، وتلقى رواجا بين سكان المنطقة في ظل ندرتها هذه الأيام. مالا دغلي الزيت ذو مرجني لديشيني مرة دغلي نغرضية ومان سلي وقت شوية هذا رسن ومان يعني هذا رسن كويت كسر وديالي الزيت تبين هكذا نورمال ما هي الزيت تكسد لا كوشي تكسيت واحد السيمانيس يا غنحي له واحد تساوي تبابي سي لامورج لو ريست الزيت تغامين ومن امان تورا انا ذاك يكسرك. حفيظ احد زبائن هذه المعصره وقد قدم لياخذ زيته، كان محصوله من الزيت ضعف العام الماضي. تكون حصه المعصره 10% من الزيت، يخير بين دفعها نقدا او اخذها زيتا. عندي ملح هنايا عند دار مطر الله يرحمه على خاطر على دير الكونفيونس عنده ثقة ودخل معصرة تقليدية هذا اللي بزيت ناتيرال مورج يعني بيان سور كي ما يكونش مورج ما كاين والو هذاك هو الصح.
لو ان ديزيام كل 9 19 كل 10 لتر هذاك 9 لتر من المعصر يعطيك 9 لتر ويدي لتر ما يبغى غادي يخلص كل 10 لتر غادي يخلص 70000 درهم كل لتر فلاح ممكن يستجاوي 80000 فلاح 70000 في صاغ زيتيس اين يدير كسن 9 باش غير ما يغدي الزيت حتى عالم رزقك. بين معصرة تقليدية أبا الزوال وأخرى عصرية تستخدم أحدث التقنيات لكل منها مميزاتها، وإن اختلفت طريقة عصر الزيتون فيها يبقى للمستهلك حرية اختيار المعصرة التي تناسبه.